عمر بن عاص فوح فرتي ماشي مكان لسكو هيو هلا إلى هذا الغزة غزة ومقالة قديمة ينا شن تكون السندات كل دو ترتي وحيد هذا وبوابة سكو حد دبا إلى هذا أفريقيا هي آسيا هي ميديترينيانكا في التاريخ بين هذا المتشرو أن أباطرة دي دوري دا صومرت أما بغرة دي دوري دا صومرت عيدا ما دها عيد ربتي مش دونها كتر سنة دي إنو دولار كاسي قبصده إلى أيام لها كوادة وقبصن شري وحي هيد بين هذا غزة غزة مركا اللي قبطه كدب أياد إيش أنا كوفران تهي أفريقيا أنا كوفران تهي والشام دع الكيدة ويكوتا على بالا إلى هذا ميديترينيان كنا كوفران يا ما بدا عدنا كوفران تهي عمر بن عاص بافرتي ان مركا لسكو صوت الضره قيصريه مقال الله يراه هو يا بيت المقدس مو يعني الشام تنسوك انت دي كالوردن وحي سوق شي غانت مسلمين مركا لغا ريبو مقالدي قدس لا يراه مقالدا قدس لا يراه مركي دمشق اي فرتين مسلمين تكدي اي دمشق اي بيت المقدس لو سمي حصار حصار كا أما قدومين قدومين تامر كي مدة كتيرين أي واحد هادين هشيس بانو قلله تقال كوا تشوشين هنا هشيس بانو قلله هشيس قال لكن حماش أمريكا هيستوى كريستان هشيس بانو قلله لكن بشرط هشيس كوا إنه صحيحة ملاقاتا أمير المؤمنين إذا ما دينا نرجعنا نلقى لي منه أي واحد إنه هشيس كلقى لي نايو عمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح مركا فرين بو صادر عمر ولي هين منكي دي الدولة دي الرومانسكة المسيحية قاعدة طيب قسطنطين وحي كدن بيه مركا ماشا مسيحيين باستا عمر با وركي ويمي عمر صحابة دولة الشاضي لابن رأيبا ماشا يمي بالليل هذا عثمان بن عفان وله وحباها كأقبال هاي المسلمين تويلتش وقالي محي وديدة يعني كوا إذا ما المسلمين تلقيت وجه هشيس كهوكا، أو يسقوا كأي جيردن كأن أنا إلا يري السنين ده كمسلمين تحقق وجه، يا علي أو يسقوا فكرة دي سردن كلا تهاي واء، مسلمين تو هديبة أي عهد وحكوه ليان هدجال قليني، ودب خلا يدجال خلا يجليني هدي هشيس وحلقوه لي كريو، أنا ما حكوت لنا يا بولي إن هشيس كلا قاطوا أدنى أتكتو. وهي علماء التاريخ إلى هذا عمر مركا مقالة دي مدينة علي بو مدح وغسير دي سنة سفر بو قلق سفر كا وحبا ضنبا لغا الشيئة وعمر قلق لكن وحي نورا كرناون وحي أبا وعجب تبضا لو حكم دو علماء التاريخ أي وضا تلماما إذا ماذا مسلمين ترقي كتلين يبا كهريم عمر والربين يسود ويا وحكو صابحي مركاسي عمر وعقار دوبا كله ولا بدي سك كبوت قعنته كسيتة ونيف قيله قامين هي وغلام كي نكي وش قين هي نو نيف قيله ساري هي كصباح عمر أنت إحدى الأساس عدي وحوينا كان شغالة كله الشيء وصعد كصدح قيبيت بينه قيبينا هنا مرنا فول يا أوك وهذا قامين هي مرنا هذا فول يا وأنا هجا مني مرنا أو كلفتي سواء نفلي وأنا صينا إن اللي بدأ إنه بقى والله غينا إنه مر كانوا حكوا صباح مر كان حل جي وغلام قصارة أو كدشيسة عمرنا هجا مني وهاي سامر يبلا يدل بيا فلسطين أو نوبة وهاي تاسكو كلفت عمر إنه كبه أنا لبحه فيتو لبدي سي كبوضنا إنه قعدت قشطه ده بتنسى هو كبيه إنه قعدت كسيته أورنه قامين أيه أيك صباح وما أنت أبو عبيدة وقولها يا أمير المؤمنين دد بينه تجينا بقرأي وبها وين قاطع بروتوكول له مرجع واحد جعلان له أقولي إن هذا أن وحقا ديس قر حصار لو بدنيه كبه أنا تجمعك وسيت يباب كرنا تبدشوا وما روح قولها لو غيرك قالها يا أبو أدق عدانا هيني ما يترى يعني هذا هو صحابة النبي وكرد انتهي سوى الرالي كابت كثير ستة يمينه هذا الأمة باطل
عدان أذق هين هدي ورك هكوه الله هدوان عقاب لها أبو عمر تلمامية وأورد لها حاكم سو ورين أيوه علماء دونا حسن مسيح أبو تلمامية وأقولها نحن قومنا عزنا الله بالإسلام أنا بدول بانونا إلى هاي وكشر فيكون يدين وحكى لها دانو شرف كرادنو إلى هاي وندلين يا بولي الدين با إلى هاي شرفنا وغدري دين تاسع عزة غير كحرانت عمر سيدي بكويمي نمك يا عربي تاريخ وحبضا ما يكون قران وذا ددي ماشى وقال كل ما كريستن كاها هذا عمر واحد يكون عسلوا من بكالة كنيسة دارك بالليل كنيسة القيامة كنيسة دان ليلة هذا ولي لسان أي عمر صوغل وقت صلاة باو صوغل مركة أين أصلي بو يولي مركة وأنا حقا كنت كذا نكي بطريرك وذا تكي كنيسة كتلني يا وحاو يولي دي هل كان بيسكي قتكو عمر نين لندير قرادة أبوها ولو أنا كان هدام كنت كذا بالربا يوران دونان وهالكي وامير المؤمنين كي يقول تكذا يوك نسدا ويكا قاعد دونان ميل دبدا يتلمام وكب حي وحلا إلى ذا إنك حلا طورا إن لك بوشر سدي أو كصاب حي كني سدي دبتا هالكا سك تكذا و بمشى سدح مساجد با تاريخ أهم كي يقول لي شرو مسجد عمر لغت المامو وامت كم إذا مركا من نبري دمبلا بسي ميدنا واقو يسوي بسي أن صلاة مركو تكذا كذب أيوه يلي مسجد الأقصى ماشي يهيت ماشان كريستن باتشوغا كريستن كالابادي كيني صدادة هوري تي كاثوليكا هيت يو تي أرثوذكس كا هيت ما كي سكوتشيرين يمكا كالاب حمبا يهود علما إلا هاي وانا لينشيرين ومانا يوغلين بيت المقدسين يدغان قبلته دي يقوم مركا الربين كحما يان درادي أي مزبلة كدكتان وحي كدكتان ماشي ما القشن كي يكو دافد اللغودة دي عمرو حولي مسجد الأقصى يتوسى وحل يدوى كو دافدها قال كو دافدي تالله أي الله تلمام ويمي ماشي بكو دافدين ونظيفية بلابي مسلمين تي لسعودين والله نظيفين ونظيفين مركو نظيفين مساجد ير أيو كردسي هو حيابي يريراي وحلوه لسيشري صرف كي يوحي اللمده ومسجد الأقصى مركا مركي كواد ديبلوسو عليو انتي هوري أنبيا دي هوري بستي أما كودة غالمتي أما بغرادة كاهان جري سيدة نبي داود يا نبي سليمان قد يدو دي وابابا دي وانا تن مركا اي كردقين نمانكا كاني ميل كدافد اللغو داديو أما قشنك اللغو ريدو وقت ما يهيد وقت قام مسلمين تهي ميشة فرتين تاريخي أن هذا إسلامي يوحك لك ديسمبا الشيغان مثل الإمام الطبري ابن الجوزي ابن كثير قواصر لما يوحي لين شنيت من كي هجري يديه إمام الذهبي يساقو حكوترين أي حوادثتي سنة كي اللي حيطة منات وأنا قول إمام الطبري نوريه البلاذري في كتابه يساقو حورنا إياه تضبية تبنكي هجرية ديه على كل حال وقت قاس بالله فرطي هشيس بان الله فرطي هشيس كاسي وحو قري بسم الله الرحمن الرحيم سيد إمام الطبري وسوري ورت هشيس كسقو قرن بولي الله العهد العمري سقو قرن أي ولي الله والهلية إمام الطبري سقو بكو سار ورني وحلي وحق قراء ومصطفى دباغ ما في الأيام أيوة وقوة صار نقلين أيام إمام الطبري تاريخي أنا ظهر المسلمين تبوح لي وحقوق الرب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان كان ووحي وعهد جهشيس كي ولق علي عمر إله يدوم كيسية مؤمنين تأمير كودية غير إلياء وإلياء وبيت المقدس وأين أمان هلان نفتو ذا مالكو ذا كنيسدو ذا إيوه صلباندو ذا كرسكو ذا معتبيدو ذا معتبعان باتشري ودو وقته سامحين وحكت البرامج دون نواه كيدا دان كي عيسى الودل دلي ويانو سنقار ايو وحو دوردن اللو دا ايو وحكا له و عهدي قوقر كنيسته هداينا لدومين كريم لندقي كريم
iyagu inay leeyihiin muslimku kale inaanu degaynina dumin karinna dhulka ay leeyihiin karaystooda iyo waxaas iyo saliibkoodana wax ka mid a inaan laga nuqsaamin wax xoolahooda ka mid a inaan laga qaadin diintooda inaan lagu qasbin ay xor lahaadaan qofnaba inaanu iyaga dhibin heshiiska waxyaaba ay ku darsadeen ee cumar kula heshiiyeen waxaa ka mid ahaa walaa inaan wax yuhuudi la soo degin meesha aad u ariib ayuu masiixiintii hore halka yuhuudda ka taagnaayeen iyo kuwa dambe halka ka taagayeen waynu tilmaami doona heshiiska waxay ku darsadeen inaan magaalada bayt almaqdis la soo degin cid yahuudi haba yaraatee intaasi waa intii iyagu ay lahaayeen dhanka kale ahlu iiliyana waxa la yidhi waa inay jisyada bixiyaan waa inay magaalada ka saaraan romaniska iyo tuugtaba ku qoraa dowladii romaniska ragga ka tirsan iyo lusuustooda oo dhan waa in magaalada laga saara ciddii rabta inay baxdo dadka magaalada ka degana waa loo ogolyayana inay baxaan xoolahoodana waa qaadan karaan cidda beeralayda ee rabta inay iska joogtaa jizyaday bixinayaan waana joogi karaan waxaana jizyada laga qaadi doonaa waqtiga beertu ay u goodo ayaa laga qaadi doonaa marka waxay leenahay awal qisa ku saabsiisan bayt almaqdis iyo furashadiisii xilligaasi dhowr iyo tobankii hijiriyad ee cumar talinayay ilaa lix boqol iyo dhowr iyo soddonkii lix iyo soddon toddoba iyo soddon meelahaasi ayay gacanta muslimiinta soo gashay masaajid yar baa ku ooli jiray markaa waxaa la yidhahdaa mucaawiya waqtigiisii baa masaajidkii yaraa la yara ballaadhiyay laakiin masaajid yaroo dhismo fududa ayay ku ooli jiray meeshan sakhrada la yidhaahdo hadda ee qubada weyn saaranta iyadu ma dhisnayn ahdigii markii lasoo gaadhay dowla lumawiya siiba cabdilmalik ibnu marwaan ninkii la odhan jiray waqtigiisii markii lasoo gaadhay ayaa masaajidka iyo dhismihiisi iyo wax ka bedelka u bilaabo cumar isaga waqtigiisii sakhrada tan xadiidka imaamu axmed warinayo cumar raggii la joogay meesha joogay waxaa ka mid ahaa kacbulaxbaar ninkii la odhan jiray kacbulaxbaar waa nin yahuudiya oo muslima kacbulaxbaar buu wuxuu ku yidhi war xaggaad u aragtaa inaan ku tukado ayna taraa nusalli halkay kula tahay inaan ku tukado markaasu wuxuu kacbulaxbaar yidhi waxa fiican sakhradu inay xagga hore inaga xigto sakhradu waa qibladii markaa ay lahaayeen qoladii hore sakhrada iyo masaajidkii iyo waxaas inay xagga hore inaga xigaan gadaashooda inaynu kusoo tukanno oo kacbadiina marka ay xagga inaga sii wada xigto ahdigii ninkii la odhan jiray cabdilmalik ibnu marwaan oo waa ahdigii xagga kalena maka iyo dhulkana uu qabsaday cabdillaahi ibnu zubayr cabdillaahi ibnu zubayr bay muslimiintu bayca la galeen waxaanu cabdillaahi ibnu zubayr markaa qabsaday xijaas oo dhan yeman ciraaq dhulkaasoo dhan qoladan umawiyiinta markaa shaam iyo masar iyo meelahaasaa ku hadhay dadkii yimaada meesha la yidhaahdo maka ama soo xaj taga inta badan baycay siin jireen cabdillaahi markaa wuu shakiyey in reer shaamna hadday xaj tagaan ay baycaa cabdillaahi siiyaan markaasuu bilaabay xadiidkii imaamu zuhari ee laa tashuddu raxaalu ilaa thalaata inuu caam bixiyo dhismana uu ka bilaabo bayt almaqdis oo uu dadka yidhaahdo politikali isagoo u jeeda xagganba shareecadu waa sheegaysaaye ha la tago bayt almaqdis markaa waa ninkii ugu horreeyay dhismaha cusub ka bilaaba isla markaana dhisay qubatu sakhra meeshan loo yaqaano kadibna inankiisii waliid ibnu cabdilmalik ayaa dhismihiisii qurux badiyey oo sii weyneeyey sida yacquubi fii kitaabihi uu ku qorayo culamaa taariikhna ay inta badan ka soo naqlinayaan hadda inta la yidhaahdo bayt almaqdiska masaajidka inta la yidhaaha waa in ay ku wareegsan yahay dayr wuxuu ka kooban yahay masaajid barxad qubatu sakhraa masaajidka waxaa ku dhex jiray intii cumar dhisay masjid alcumari intaasoo dhan dayr baa isku wareegsan intaasaa waxaa la yidhaahdaa alxaram ama xarami bayt almaqdis xawaalay boqol iyo koob iyo afartan kun oo mitr square wax ku dhadhoweeyaan marka lasoo gaadho taariikhda miilaadiga todoba boqol iyo toddobiyo afartankii oo ku dhadhow
بقول يا صدق يا ولي الدولة الأموية وقت جادية وحكرنا عاي زلزال إيرثكويك بعد عاي يبتنا مساكت كوا دم دمي الدولة الأموية ساسي كنا معطي عهد جادي بحي من الدولة العباسية أبو جعفر المنصور بميشي يمي بقول يا قوابي أفرتن كي هجرية ده dadkii waxay u sheegeen masaajidkii iyo meelihii inay dundunsayeen marka inuu dhiso dahabkii iyo fiddadii iyo wixii ay ku qurqurxiyeen intuu ka fujiyey oo la cageeyey ayuu muddo ugu dhisay dabeetana dib uu hagaajiyo masaajidkii dib uu dhisay zilzal kala haddana dhacay baa la yidhaahdaa boqol iyo sideed iyo kontonkii hijriyada meelaha ninankiisii mahdiga la odhan jiray almahdi bnu mansuur ayaa isaguna dib u dhisay زلزال صدحات وهدنا لهم بقوليو اللي هي طبعا كي مالها كنعي مأمون نكي الأورنجري الدولة العباسية كاتر سنابا هدنا دبو بالصيد قدس انت هروردن الدولة العباسية بيقع انت وذا كوشرت تاريخ الإسلام يسين ونقان الدولة العباسية قبل الله درقي هيستي قار كميدا قوستي قوني ولي بميشي سي علن قارك سيتاقي رجل قوستي وحكم دها أحمد بن طولون لكي لورنجري ومصر قوستي كدبنا قدسية انت سيور لما اي قعنتي سسوق شيء مدو سنة حكومية لا بغل يشني اللي حدن كي لا لا بغل ايو أفر يسغاشا في سودوني يسنو كدب أحاق بصدي إخشيديين تنمان كي لورنجري صدح بغل يتضوي الله تنكي لا صدح بغل يسغالي كنتكي اي ينا حكومية قولا داسي iyagu waxay ku dardaarmeenba masar bay ka talinayaan haddana meydka boqoradoodu dhan waxa la geyn jiray baytulmaqdis halkaasaa lagu aasi jiray waqti kadib saddex boqol iyo sagaal iyo kontonka wixii ka dambeeyey waxaa qabsaday dowlad shiica ah oo ismaaciiliya ah baatiniyiina oo faatimiyiin loo odhan jiray ama cubaydiyiin loo yidhaahdo ayaa masar iyo shaam oo dhan qabsaday nimanka shiicadii inta badan masaaraadka iyo meelaha la booqday waxaa aad bay u qurqurxiyaan masaajidka waqtigaasuu bilaabmay qurxintiisa tirada badan leh iyo dahabadan iyo waxaa lagu dhadhajinayo iyo alquba sakhra mudday qurxinayeen afar boqol iyo toddobadii haddana markay taariikhda hijriga maraysay baa zilzaal afraad ka dhacay qubadaasoo duntay malik aldaahir alfaatimi ayaa isna dib u dhisay زلزال شناد بها دانا كدعي الفاطم الظاهر كاساد دبو بسي مساجد كو مددا سي قعن هني من كاسو كجري مركا لسو قارو أفر بقول يسغالي ستيتن كي هجري دا أما كن يلح يسغاشن كي وأي nimankaasi faatimiyiinta la yidhaahda meesha haysteen ayaa waxaa bilaabmay dagaalada loo yaqaano alxurubu saliibiya xurubu saliibiya waa dagaalo ay yurubiyanku ku soo qaadeen caalamulislaami dagaalada ay soo qaadeen waa xilli dowladdii shaam iyo baytulmaqdis dowlad salaajiqa la yidhaahda gacanteeda ay soo gashay oo asalkoodu turki yahay faatimiyiintii waa la soo riixay laakiin niman ataabik la yidhaahda soo baxay ataabik waa wasi waa alabilwasiy ayaa af turkiga ku yahay tuulo kasta ama gobol kasta nin baa calan ka taagtay oo madax sheegtay gaarna isu taagay iyaga dhexdooda dagaalo badan baa ka socday oo midba mid uu meel ka qabsanayo taasi waxay hunguri gelisay nimankii reer galbeed dabeetana waxaa bilaabmay xuruubta loo yaqaana alxuruub saliibiya sideed dagaal oo kala dambeeyey oo boqol iyo shan iyo sagaashan sannadood soconayay oo yurubiyanku soo qaadeen oo caalamulislaam ku soo qaadeen weeyaan dagaalada waxaa ku samaysmay imaarado ama magaalooyin iyo inay ka taliyaan oo dowlado yaryara sida dowladdii loodhan jiray imaaratu ruha ruha waa magaalo hadda turkiga ka mid a imaara intaakiya intaakiyana waa magaalo kaleoo turkiga ka mid a iyo mamlakatu orshalim ama mamlakatu iliya mamlakatu alqudus baytulmaqdis oo gacanta masiixiyiinta gashay
dagaaladaas waxay ku bilaabmeen boob ka mid ah boobabkii nimankaasi gaaleed oo la odhan jiray Orbaanka labaad ayaa mu'tamar ay isugu yimaadeen wadaadada kristanka ee magaalo Faransiiska ku taalla oo Clermont la yidhaahdo, ayuu khudbad ka jeediyey. Khudbadaas uu ku dhiirigelinayo in muslimka dhulkiisa la weeraro oo Baytul Maqdisna dib loo soo celiyo. Dagaaladaas sideed ahay intaanay bilaabmin, shacabkii wadaadka khudbadiisii baa la qaaday, Yurubba lagu faafiyey, shacabkii badhbaa iska sii xamaasadooday, wadaado iyo niman qowlaysata iyo waxbaa israacay, dagaal baabay soo bilaabeen. Intaan kii munadamka ahaa bilaabmin, xuruub iska shacbiya baa soo bilaabantay oo beeraleydii Yurub la soo kiciyey nin la yidhaahdo Walter Almuflis, waterkii caydha ahaa mid la yidhaahdo, iyo oday wadaadoo la yidhaahdo Butras Annasik, Butraskii suufiga ahaa la yidhaahdo. Labadaa nin baa hogaaminayay. Iyagu xamladoodii dad badan bay soo ururiyeen. Waxay ku bilaabeen intaynan muslimka gaadhin aan yuhuudda sii marino. Wabiga Rhine la yidhaahdo Jarmalka iyo dhulkaa dhex mara oo ahaan jiray dhulkii caanka ahayle fallaaxiintu deganaan jirtay, wixii yuhuud joogtay cagta sii mariyeen. Dabeetana waa ka soo tallaabeen. Markay Majar iyo Bulgaariya marayaan meelaha kan, boqoradii meeshan joogay iyo dadkii bay isdileen, waa qaybo ka mid a lasoo tallaabiyey. Qustantiniya, Istanbul meeshan hadda la yidhaahdo, bay u yimaadeen boqorkii Romaniska jooga Alexios la yidhaahdo. Isna nimankaa rabshadooda hore isu dhaafi buu isyidho wadaha loo baneeyay buu yidho Baytul Maqdis iyo dhankaa qabtaan. Meeshaasay isku soo maqiqeen, laakiin qoladaa markiiba waa la laayay, may noqonin dad soo gaadha meesha. Tan waxay yidhahdaan ciidankoodii 3-4 baa go-ay, waayo may ahayn dad tababaran bay yidhahdaan. Fallaaxiin uun la soo kiciyey oo la xamaasad geliyey bay ahaayeen. Halkaaga wixii ka dambeeya waxaa bilaabmay dagaaladii la yidhaahdo Al-Xuruub Saliibiya. Kii koowaad oo 4 nin oo caani hogaaminaya, Raymond kii afraad nin la yidhaahdo oo gobol la haystay, Kodab Fori nin la yidhaahdo oo isna qayb kale haystay, Bahmud nin la yidhaahdo oo qayb kale haystay, iyo Tancred, afartaa nin ciidamo ay wataan oo boqoradii Yurub 4 nin oo ka mid ah oo ciidamo Yurub laga soo ururiyaya oo ka kooban 19 jinsiyadood oo Yurub ah, 19 jinsiyadood oo Yurub ka kooban, oo 70,000 oo dagaalyahan wata, sidoo Edward Gibbon sheegayo, ayay soo weerareen Caalam Islaami meesha Antakiya la yidhaahdo ay qabsadeen. Meesha markay qabsadeenna waxaa la aaliyay wixii dad joogay, dumar iyo caruur iyo cid walba, waa gumaadeen, waa 491 horey u soo socdeen. Baytul Maqdis bay qabsadeen, ama meesha Qudus la yidhaahdo. Qudus markay qabsadeen, Stephen Runciman ninka la yidhaahdo taariikhiyahani, sida uu ka soo noqlinayo Gustav Laboon fi kitaabi Xadaarat Alcarab, magaalada joogtay muddo kadib dagaaladuhu markay dhacdhaceen way qabsadeen, dadkii oo dhan way gumaadeen. Wixii ay la kulmaan ee rag ah, ee dumar ah, ee caruur ah, ee cid walba, qofnaba may dhaafin buu leeyahay muddaa dilkaasi socday. Xataa qaar baa meel galay, 3 maalmood bay dagaalamayeen, kadib ammaan baa la siiyey. Ammaanka waxaa loo dhiibay markaa caalamu sito nin Tancred la yidhaahdo. Tancred waa romandiyiinta waxaa la yidhaahdaa asalkood waa Vikingkii. Vikingku waa North Europe, Scandinavian dhulkan la yidhaahdo, qowlaysato ka dilaacday oo Yurub oo dhan weerari jirtay, oo badda dhici jiray dadka maraya waxaasi, oo Yurub ku soo qaaday meelahay ku soo qaadeen Andalusti muslimiinta ka mid ah Ishbiliya, dhulkaasi dhulka ay ku soo qaadeen waxaa ka mid ah Ingiriiska marbay qabsadeen qaybo badan oo ka mid a, Faransiiska qaybo ka mid a marbay qabsadeen. Faransiiska boqorkii joogay wuu iska musilxay, dabeetana gobol buu dejiyey, gobolka Normand la yidhaahdo ee Faransiiska. Asalkoodu waa nimankaasi, waxay iska noqdeen niman askara oo qowlaysata oo waxdila. Ninkani qaybtaasu ka tirsanaan jiray
تانكريد بالله هذا وقائد سليبيا وعانا مسلمين تي مركا ماشة وقدس نوكي صور وكتشنا أما أنك عدي وسيع على كيسة حتى على أنك اللي قمنا بيت قلين بوت المامي يا ستيفن مركا وكوى الرميو كوانا والله قماضي قماد كاسوحو قاربا لدى حوالي 70,000 مسلم بي ماذا حكا شرين وضباطا كن وضضي ماذا حكا شرين